السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز إخراج زكاة المال سلعة غذائية؟ إذا إخراج المال سلعة غذائية أنت إخراج زكاة المال عفوا سلعة افهم يعني افهم لو مثلا في بيت فقير ممكن يعني بدل ما نستعمل بدل ما نعصره مال نعصره سلعة غذائية بس افهم كلامي افهم كلامي. أنت زكاة المال معك مال سائل أو ما عندك أو أنت تاجر سلعة؟ لا تاجر سلعة. أنت تاجر سلعة وليس إذا كان إذا لم تكن عندك سيولة مالية وكانت السلعة تنفع الفقير فستخرج من كل ألف شكارة رز مثلا 25 شكارة، 1000 زجاجة زيت 25 زجاجة زيت، إذا لم تكن عندك سيولة وكانت السلعة تنفع الفقير. لا هي السلعة ملابس شيء أيضا الملابس إذا كانت ملابس نفع لكن لا ليست عندك سيولة وعندك مثلا 1000 ثوب يمكن أن تخرج 25 ثوب من الثياب تكون زكاة الثياب ثياب. إن على عهد الرسول كانت زكاة الذهب ذهب، زكاة الفضة فضة، زكاة الغنم غنم، زكاة الزراعة الزروع زروع. فإطرادا على هذا إذا لم تكن عندك سيولة وكانت السلعة التي تعمل فيها وستخرج زكاتها تنفع الناس لا بأس حينئذ. هي شيخ ملابس داخلية فلو في نفس الشيء ملابس الداخلية عموما الناس بتلبس الملابس الداخلية من كل 1000 فانيلا 25 فانيلا ومحل ذلك إذا كانت السلعة نافعة لم تكن عندك سيولة. السلام عليكم.